تعالى نقول اللي احنا بنقول ان الالاينمنت عندي في هوريزونتال كيرف او فيرتيكال كيرف. اللي دكتور هاني شرح دلوقتي الفيرتيكال كيرف. طيب الفيرتيكال كيرف دي عشان انا اعمله ديزاين بيبقى مطلوب مني حاجتين، يا اطلع حاجه اسمها الار في، واحده بحسب حاجه اسمها الار في وبحسب حاجه اسمها ال في. الار في ده هو الريجس بتاع هو الريجس بتاع الكيرف، تمام. ال في هو طول او نص طول الكيرف، تمام. بتقابلني بقى هنا عشان اجي انفذ الكلام ده مشكله، ان انا لو قلت يعني الدكتور هاني كان قال لكم في المحاضره ان الار في بتساوي اس سكوير ماكسيمم، فانا لو فرضت ان الاس سكوير ماكسيمم ب 100 كيلو في الساعه اصبح ان الار في هيطلع لي ب 10000 متر ب 10 كيلو. طب انا عشان اجيب السنتر بتاع الار في ده هنزل في باطن الارض 10000 كيلو او هطلع في الهواء 10000 كيلو، الدنيا صعبه جدا طبعا. فجه حد تاني اسمه ايه، اسمه ابولونيوس، قال لك لا انا انت وانت ماشي على الجريد انا هقول لك انت هتنزل مسافه بكام. ابولونيوس ده كان عمل نظريات في الدوائر حاجات كتير يعني، قال لك انت هتنزل مسافه كام من على الجريد اللي انت واقفه ده عشان توصل لسطح الكيرف بتاعك. المسافه اللي بنتكلم عليها دي اللي انا هنزلها او هطلعها اسمها واي. قال لك الواي بتساوي اكس سكوير على 2 ار في، دي هتلاقوها الاسباب بتاعها في محاضرات الدكتور هاني، والاسباب بتاعها وهو موجود قدامكم دلوقتي. قال لك انا فرضت ان الار في لما بتبقى مع خط تانجنت الزاويه دي بتبقى 90، فاصبح ان الار من نظريه فيثاغورس بقى ان الار في زائد واي اول سكوير بتساوي الار في زائد اكس دي سكوير. وفضل شغال في يعني عمل الار في بلس واي سكوير دي فكها، وبعد كده جه جمع الاكس في حته والوايات في حته، جه ترمى عنده بيقول له في عندي حاجه اسمها 2 ار في زائد واي. قال لك الار في عندي دي لو انا ماشي ب 100 مثلا 100 السرعه بتاعتي 100 هيطلع لي الار في ب 10000 متر. الواي دي بتطلع قيمه صغيره جدا. وقال لك انا ممكن نجلكتها كومبيرنج وذ ايه مع الار في ونحسب قيمه الواي فانكشن في الاكس والار في. ده بحتاجه في ايه القانون ده؟ ان انا بحتاجه ان انا اجيب المناسيب اللي على الكيرف بتاعي، بدل ما انزل للسنتر وارسم كيرف لا انا بقيت بنزل من سطح الارض الطبيعيه المسافه اللي هي الواي دي حسب الاكس بتاعتي، وهي دي اللي هنزلها ودي اللي هتشكل سطح الكيرف بتاعي. فاصبح دلوقتي ان انا عندي حاجتين، عندي الار في والال في عشان اصمم الفيرتيكال كيرف، والواي دي عشان اعرف اعمل اجيب المناسيب على سطح الكيرف، يعني بمعنى صح ان انا اعرف انفذه في الحقيقه. حد عنده مشكله لحد دلوقتي يا شباب؟ لا تمام هندسه. ماشي نيجي برضو ايه لكيس تانية. الار في احنا قلنا اس سكوير ماكسيمم، ال في بتساوي الار في على 2000 في الجي 1 بلس اور ماينس جي 2. خدها قاعده كده معاك خالص، لو الاتجاهين عكس بعض يعني جي 1 جي 2 نازله فانا هجمع الرقمين واخد المودولس بتاعهم، لو الاثنين ماشيين مع بعض زي مثلا كده كده فانا هاخد الفرق ما بينهم، تبقى ساعتها ماينس كبير ماينس الصغير. ايه تاني؟ تعالى كده نخش نحل مسألة. ده هنا كنت كاتب لكم هنا القانون الار في بيساوي اس سكوير ماكسيمم والال في بيساوي ايه والواي بتساوي ايه.
تعالى نحل كده مثلا مسألة رقم بي. قال لك هو بيقول لك ديزاين الفيرتيكال كيرف عشان يوصل ما بين الاثنين تانجنت، ومديك قيمة مرة في جي 1 وقيمة مرة للجي 2 في 4 كيسز. احنا بنحل بنعمل ايه؟ لما بيجي يديني كده اكتر من كيس، انظر شوية، بعمل جدول في الاول خالص. المفروض احسب الار في، الار في دي ما بتعتمدش بس غير على الاس ماكسيمم، حسبتها وسبتها. وبعد كده اجي عند كل كيس اللي هيختلف عندي ايه؟ ال في وقيمه الوايات طبعا. فانا لما بيجي لي مساله فيها اكتر من جريد اللي احنا شفناها دي فيها 4 كيسز، بعمل جدول زي اللي انتم شايفينه ده، وبعمل كيس يعني كولم للكيس وكولم للجي 1 والجي 2. واهم خطوه في المساله، اهم خطوه، ان انت ترسم شكل الكيرف بتاعك، شكل الجريد مع الكيرف، لان لو ما رسمتهاش هتلاقي كل قيم الاتجاهات اللي انت مطلعها اللي هي مناسيب تطلع كلها غلط. تمام. سي مثلا انا عندي في الكيس الاولانيه كان طلع لي الجي 1 ب 8 والجي 2 ماينس 3، فرسمت ال 8 ماينس 3 طلع لي الكيرف بتاعي شكله كريست كيرف كده. وحسبت ال ال في منين؟ من الار في على 2000 في 3 زائد 8. حد يتشك كده الرقم يا شباب ورايا يقول لي مظبوط ولا لا؟ شباب هو قانون ال في اللي بيساوي مجموع الشيهين على 2000 مضروب في كام؟ في الار في؟ اه قدامك يا محمد اهو. خمسة وثمانين بوينت تسعة تلاتة أو تسعة أربعة. ماشي، برافو عليك. بعد كده هو في المسألة برضو قال لك احسب منسوب نقطة ايه، منسوب نقطة الاي داش اللي هي البروجيكشن بتاع نقطة الانترسيكشن بتاعت الاتنين جريد على الكيرف. ماشي. فقانون الواي كان بيساوي اكس سكوير على 2 ار في. الواي كان بيساوي اكس سكوير على 2 ار في. لما اعوض في قانون الواي الاكس سكوير دي بالال في واقسم على 2 ار في هيديني الرقم ده. تمام. بنفس ايه؟ لا، هو الرقم طلع مختلف. دي بتاعت مختلفة؟ هو انا يعني بعوض بالاكس سكوير اللي هي ال في، صح؟ صح كده. ماشي، على 2 ار في. اه لا، طلع لي بوينت 2.36. ايوه صح اهو. في ايه؟ ايه ده؟ ماشي. طيب هو كي برضه جه برضه في الدك في مساله نقطه الانترسكشن دي، دايما دايما هتلاقيه بيديك نقطه الانترسكشن بتاعه الجريد، ويقول لك احسب مثلا منسوب تي 1 وتي 2. انا لو ما رسمتش الجريد في الاول انا مش عارف تي 1 دي، يعني انا وانا نازل هقول مثلا عشان اجيب منسوب نقطه تي 1 مش المسافه دي اللي هي من نص انتر الاي لحد التانجنت تعتبر ال في. تمام، صح كده. وانا عارف التان بتاع الزاويه دي كام اللي هو جي. فاصبح لو قلت 12.75 ماينس الجي اللي في العجريد ده اللي هي كانت ب 8 على 1000 في ايه؟ في ال في اللي هي ب 85.93 هيطلع لي منسوب ايه؟ نقطة تي 1. هيطلع لك 12.06. جربوها كده وقولوا لي. مظبوط. تمام؟ ماشي. لما اجي احسب منسوب نقطة تي 2
كل اللي اغيره ان التمانية دي بدل ما تبقى تمانية، لا ده انا هحطها بكام؟ بتلاتة. هو انا عندي سؤال بس، احنا ليه ما خلناهاش بلس، بما ان النقطه اللي هي تي 2 برافو عليك، بعدها لو صبرت عليا دقيقه كنت قلت لك. ليه بقى؟ عشان كده انا قلت لك في الاول اهم حاجه في الرسم في المساله دي هي الرسم، لان يعني لو شويه كده وقال لكم في كيس بتحصل بترسم الكيرف غلط، فاصبح ان انت بترسمه غلط فالمساله كلها تضرب معاك. انا من الشكل ده المنطق حتى يقول لك انا عندي نقطه اي منسوبه 12 و75، نقطه اي دي اللي هي اللي فوق دي ماشي، تي 1 هيبقى منسوبها اعلى ولا اوطى؟ من الشكل ده اوطى اوطى صح، وتي 2 هيبقى اوطى منها برضو، يعني تي 2 في مكان ما هنا، فاصبح ان انا بعمل ماينس. ليه؟ عشان المنطق بيقول لي كده، ده المنطق يعني فاهم، رسمت المساله فعرفت ان دي صغير لكن مش الواي. برافو عليك ماشي، منسوب نقطة I داش اللي هي البروجيكشن بتاع نقطة ال I على الكيرف ما هو إلا منسوب نقطة I ماينس قيمة ال Y اللي هي بوينت 236. يعني الرقم اللي أنا بحسبه ال T1 و T2 دوت ده منسوب ال X ولا منسوب ال Y؟ لا هقول لك، ده منسوب نقطة التانجنت بتاعت الكيرف عند جريد 1 وجريد 2، عشان كده أنا قلت T1 عند جريد 1 لما تشوف نقطة التانجنت اللي هبتدي عندها ايه ساعتها الكيرف بتاعي، دي اتنين اللي هنتهي بالكيرف بتاعي عندها. جميل، ما احنا لو حسبناها ان هي 2 دي فبالتالي احنا عندنا يعني 2 يعني منسوب عباره عن رقمين اكس وواي. الرقم اللي انت جبت الاكس خلاص اوكي، يعني الاكس اللي هي ال في اللي هي اوريدي ثابته صح كده؟ صح برافو عليك. خلاص ثابتة ليه؟ عشان لو انت لو تفتكر برضو في حسابات ال LV هتلاقي كان الدكتور هاني عمل لك كان نرسم حاجة كده وبنزل من الانترسكشن لحد السنتر تحت، قال لك دي الانجل اللي انا بشاور عليها دي الفا على 2 واختها الناحية التانية الفا على 2، فاصبح ان ال LV مع ال LV الاتنين ايكوال بعض. دي كمان كانتش اصلا، انا كنت بفكر ان احنا في يعني مثلا لما بنيجي نحسب كي واحد بنطرح والثانيه بنجمع، لكن في الحال لكن الحاله دي تحصل لو عندي الاثنين نازل او الاثنين طالع بس كده ماشي صح. مش كده بقول لك دايما لازم ترسم. انا اقول لك في كيس كده هتحصل كمان شويه الناس بترسم الكيرف غلط ماشي. نيجي نحسب بقى من ايش كيرف، شيل منها الواي لان حسب ابالونيوس كان قال لك ايه، قال لك ان انا عندي سنتر ما هنا وعندي ار في هنا، بعد كده هيطلع لي عندي قيمه اللي هي الواي، الواي دي المفروض تبقى ايه تانجنت في الحته دي، احنا هي بتطلع مايله شويه بس احنا بناخدها كانها راسيه عادي. تمام. ليه بقى؟ عشان الانجل صغيره نفس حته ال ال في، ال ال في على الجريد الاصلي بتاع الارض بسويها بسويها بال ال في اللي بتاعت الكيرف، المفروض في اختلاف بس عشان الانجل صغيره بنجلكت الاختلاف ده. حد فاهم حاجه من الحته دي؟ تعال نقول تاني، بص تعال نقول حته كومنت تاني. ال ال في المفروض دي على الجريد صح؟ ايه اللي خلاني اقول ان الكيرف ده طوله ال في؟ هو في اختلاف؟ في اختلاف طبعا ما اقدرش اقول لا، بس الاختلاف قليل قوي. ليه الاختلاف قليل قوي؟ عشان الالفا دي الالفا واحد او الالفا اتنين اللي هو الجريد الميول صغيره جدا، فما بتفرقش معايا الاختلافات البسيطه دي قوي. تأثيرها مش هيكون واضح جدا بمعنى اصح. بالظبط كده، عشان كده هتلاقي في البروف اني بروف في البروف ده بتاع اللي هو ال ال في
هتلاقي مره الدكتور هنا قال لك التان الفا بيساوي تان الفا واحد زائد تان الفا اتنين، ومره واحده شايل لك التان وقال لك هي بتساوي الالفا زائد الالفا. ليه؟ عشان الانجل صغيره، فبتلاقي تقريبا التان زي الساين، يعني حتى الكوزاين لكن هناخدها بواحد، يعني دي تقريبا الالفا بتساوي صفر، تقول للصفر. تمام. اقصى جريد عندنا بناخده في السكه 12 في الالف، فده جريد صغير جدا، يعني الزاويه اللي بيعملها صغيره جدا. هنكمل كده. قلنا اخر حاجه وقفنا عندها عشان اجيب نقطه منسوب اي داش، ده رحت من نقطه الاي ماينس الواي. تمام. في كيس 2 اداك منسوب، اداك جريد اسف لجي 1 وجي 2 ماينس ماينس، فاصبح كده ان انا عندي في قانون ال في اللي هو كان بيقول لي يساوي الار في على 2000. خلي بالك غلطه الار في دي بتضيع لك المساله. جي 1 بلس اور ماينس جي 2، اصبح ان انا عندي هنا في الكيس 2 انا جي 1 زي جي 2، انا هطرح الاثنين من بعض واخد اشارتهم بالموجب، محدش يحط لي الاشاره ال ال في بالنيجاتيف، ال ال في ده طول ما يطلعش بالنيجاتيف، عشان كده حطيت له مودولس. ماشي. لو حسبت ال ال في من القانون ده وجمعت قلت ماينس 6 ماينس 1 هيديني ماينس 5، احطها ب 5 في الار في على 2000، هيطلع لي قيمه ال ال في ب 39. ولو عوضت في قانون الواي اللي هو بيقول لي الواي بتساوي اكس سكوير، الاكس سكوير دي هي ال ال في سكوير على 2 ار في، هيطلع لي الرقم الصغير ده. شايف في البروف ان احنا شفناه بتاع ابولونيوس بيقول لك بينجلكت الواي، شايف قيمه الواي ده صغيره قوي، يعني رقم ده لو حطيته جنبيه 10000 متر ولا حاجه، وهو في المساله جه اداك منسوب نقطه ايه الاي داش الاي اسف اللي هي 1275، فاصبح ان منسوب نقطه تي 1 اللي هي نقطه التانجنت على الجريد الاولاني هقول 12.75 زائد، ليه؟ لان انا طالع 6 على 1000 في ال LV اللي هي 39.06. لو جيت بصيت للرقم ده هيطلع لك 12.984، دي اللي هو الضربيه اللي فوق دي، طبيعي جدا ان هو يطلع لي اكبر ب 12.75. دي حاجه وانت بتحل في الامتحان بتبقى مستعجل بتبص على الارقام على الاقل تعرف انت شغال صح ولا شغال غلط، او انت مثلا سرحت في حاجه فترجع تعيد حساباتك تاني بسرعه. هو هنا لما نيجي نحسب التي 2 هنطرح بقى تطرح عادي. ماشي. في كيس 3 اداك 7 و0، 7 وبعد كده مشي ايه؟ مشي هوريزونتال. جيت حسبت ال ال في برضو بنفس القانون اللي فوق ده، ال ال في على 2000 جي 1 زائد جي 2 اللي هي ب 7، 7 زائد او ماينس صفر هيطلع ب 7، اداني 54. جيت حسبت الواي قلت اكس سكوير على 2 ار في، عوضت بالال بالاكس سكوير اللي هي تبقى خليها 2 ال تبقى ال في سكوير على 2 الار في اللي فوق، اداني الرقم ده. اجي احسب نقطه ايه تي 1 هي هنا تي 1 بالماينس. برافو عليك. 12.75 ماينس 7 على 1000 في ال ال في، ونقطة T2 هتطلع من هي منسوب نقطة I.
عشان زيرو مفيش اصلا فرق، مفيش مفيش تغيير فيه. ميول. في الكيس رقم 4 اداني جريد في الاول ماينس، خلي بالكو الماينس في الاول، يعني انا لو تعال نقول ايه، لو انا عندي جريد بوزيتيف انا شغال من ايه، من الشمال لليمين، ده كده بوزيتيف. ليه؟ لان الزاويه دي صغيره، دي اكيوت انجل. لكن لو قلت ان جريد ده بالنيجاتيف اصبح ان الزاويه دي اوبتيوس انجل، زاويه منفرجه. تمام، محدش يتلخبط في الحته دي والنبي يا شباب. معلش هتفرق معايا ايه هنا في الحسابات؟ هو كل اللي انا بستخدمه اصلا في الحته دي لا لا، تفرق 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 كتير. تفرق تعالى هقول لك، شايف الجي 1 والجي 2 دي؟ تمام. بدل، خلي الجي 1 هي اللي بماينس 1 وخلي الجي 2 هو اللي بماينس 6. شوف بقى الكسر هتبقى لتحت. برافو عليك، الكيرف قلب لتحت بقى كريست كيرف. فاصبح ان انت لو انت ما بترسمش فانت مش عارف شكل الكيرف عامل ازاي. فاللي انت لو رسمته لفوق يعني انت اخدت مثلا كوركي كده بسرعه ورسمته لفوق وما خدتش بالك، فاصبح انت بتحل مساله تانية. ايوه بس الحسابات يعني لما باجي هتلاقي في شويه حسابات في الكيس دي هي مش هتبان معانا قوي، شوية حسابات تطلع صح، ما اقدرش اقول لك لا. بس لو انت بتعمل ميزانية طولية البتاع ده، الدكتور انا لسه ما شرحهاش، لو بتعمل ميزانية طولية هتلاقي الميزانية كلها غلط. بص يا محمد، تخيل الكيرف اللي احنا حكينا عليه ده انا عملت له ميزانية طولية، فعمال اخد نقط، اصبح ان انا بدل ما بنزل، مش احنا تعالى كده نزوم قوي، نمسك كل ده. تعالى نقول ايه، لو انت رسمت الكيرف اللي انا عامل عليه دايره ده بالشقلوب، عكسته، عملت له ميرور حوالين هورزونتال اكسس، اصبح ان الحته دي انا المفروض اطرحها منين؟ من منسوب الارض، صح؟ عشان اعمل الكيرف. تمام. لا، ده انت لو رسمته بالعكس، يعني لو العكس بتاعه هو الصح، اصبح ان انا بزودها عليه. تمام. تمام؟ فلو انت مش هتظهر لي في الحسابات اللي هي موجوده حاليا، لكن هتظهر لي بعدين. بالظبط كده، يعني لو بتعمل جدول ميزانيه بالشكل ده لسه ما شرحناهوش، هتلاقيك انت المفروض بدل ما تعمل بلس لا انت بتعمل ماينس عشان انت راسم غلط. فتلاقي مثلا ان كل في ارقام كتير، هتلاقي مثلا الاليفيجن ده اللي هو منسوب على التانجنت ضرب، المنسوب على الكيرف ضرب. تمام، خلاص تمام، وصل. وبالمثل خلي بالك الحته اللي قلت لك عليها دي جت الترم اللي فات. وفي ناس عملوا الكيرف لفوق ومفروض الكيرف يبقى لتحت. تفتكر حتى تقريبا كان ماينس واحد وماينس ثمانية الجريد. تعال نقول بقى الكيسر رقم 4، قال لك عندي جريد ماينس 5 وجريد 6. مش كده قلت لك شكل المسألة يفرق معاك، لازم اعرف ان هو 6 هيبقى طالع كده والماينس 5 هيبقى نازل كده، ما عدش يشقلب بالرسمة. لو جينا لو حسبنا ال ال في برضو بنفس القانون اللي فوق اللي هو بتاع الار في على 2000 جي زي جي، عشان ده بسرعة كده من غير ما افكر الاثنين عكس بعض، فبجمع الاثنين مع بعض، 5 زائد 6 بيساوي 11. فقلت 11 في الار في على 2000 هيديني 85.93، وحسبت الواي من اللي هو القانون بتاع اللي هو الاكس سكوير على 2 ار في هيديني، طبعا الاكس اعوض بيها برضو بالال في، هيديني 0.236. نقطة التي داش، خلي بالك احنا انتوا عارفين حتة المنسوب دي صح؟ لو بعمل مثلث كده مقلوب ده معناها منسوب عند نقطة. ايوه الرمز بتاعه لما نيجي نكتبه على بتاع على الرسم. تعالى كل عندي نقطة تي 1
هقول منصوب نقطة اي زائد 5/1000 في ال في، اديني منسوب طبيعي هيطلع اكبر من 12.75. العكس بقى عند منسوب نقطة تي 2 نقطة التانجنت التانية، هيديني المنسوب 12.75 زائد 6/1000 في ال في هو 13.625. واجيب منسوب نقطة البروجيكشن بتاع الاي على الكيرف، فاصبح ان انا بقول 12.75 زائد قيمة الواي اللي هي دي. تمام يا شباب؟ تمام يا ناس. باشمهندس، ايوه، هو حضرتك هو شكل الكيرف ده يعني هو بيترسم بناء على القيم بتاع الجي 1 والجي 2 صح؟ صح. طب هي القيم دي بتبقى جيفن ولا انا طبعا منين؟ تعرف منين؟ هو طيب. السؤال في المدينة اهو 8 و3 8-3 وبتاع، انا فضيتهم عندي في الجدول اللي انا رسمته ده. طب هو اخر كيس يا باشمهندس اللي هي نيجاتيف 5 وبوزيتيف 6 دي، هو انا لو قلبت شكل الكيرف ولا هي لازم جي 1 تبقى من على الشمال وجي 2 من على اليمين؟ من الشمال لليمين هنشتغل كده. تمام يا باشمهندس، شكرا. ماشي شباب، انا كده خلصت يعني. في حد عنده اي سؤال او حد محتاج حاجه في المحاضره كانت سقطت منه؟ لا تمام، هو كده اللي هيجي في الامتحان مسألة زي دي كذا كيس ونعوض بالارقام بس مش اكتر. بس خلي بالك بس وانت بترسم الكيرف وانت بتطلع النقط دي اكبر ولا اصغر، دي اقل حاجه يعني، بدل ما تفضل تعيد تاني من الاول. تمام. ودي تقريبا نفس المسألة اللي عندكم في الشيت ده حلها. خلاص احنا هنجرب فيها ان شاء الله. خلاص تمام، انا كده خلصت يا شباب. طمنوني باي حاجه تانية؟ لا شكرا. يا شباب معلش استنوني لحظه، انا نسيت كان في كويشنير يا شباب، ابعت لكم اللينك معلش ممكن تعملوه انتوا قاعدين معايا كده. ممكن نقفل الساعه كام دلوقتي حالا؟ ممكن نقفل التسجيل.